عدد شهداء الأطفال خلال العام 2018 النصف الأول من العام 2018 بتزايد حقيقة مقارنة مع عدد الأطفال الشهداء خلال العام الذي سبقه. نسبة الشهداء الأطفال بازدياد، في العام الماضي كانت النسبة بحدود 17% من مجمل عدد الشهداء، في هذا العام في النصف الأول من هذا العام ارتفعت النسبة لما يقارب 21% من مجمل الشهداء الذين سقطوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. بهذه النسبة هي نسبة قريبة إلى حد ما من النسبة الإجمالية للشهداء الأطفال الذين سقطوا على مدار السنوات الماضية. خلال الانتفاضة الأولى على سبيل المثال، خلال الانتفاضة الأولى كانت النسبة الإجمالية للشهداء الأطفال حوالي 16.5% من مجمل عدد الشهداء. خلال أول 4 سنوات من انتفاضة الأقصى ارتفعت نسبة الشهداء الأطفال لحوالي 19%. إذن هذه النسب تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالدرجة الأولى هذه الفئة من أبناء شعبنا، وهذا يؤكد دحض الادعاء الاحتلال بأن الشهداء يشكلون خطراً على أمن المستوطنين والجنود. والإثبات على ذلك بأن الإحصائية الأخيرة للشهداء بما يتعلق بالأطفال في آخر إحصائية تم إجراءها في النصف الأول من هذا العام 2019 هناك شهيدين رضيعين، وهذا يؤكد بأن الاحتلال كما قلنا يستهدف هذه الفئة من أبناء شعبنا. هو الثاني في إخوانه، يعني بينه وبين الثانية 19. في عندي كان ولد وبنت الرقم 4 ولد، وعندي البنت الخامسة جبتها كان يضل يدير بال عليهم. هلأ هو درس في جامعة الخليل للي صغار، جامعة الخليل اللي احنا عنا واحدة ابتدائي وواحدة اعدادي وواحدة للجامعة، قعد تقريبا سنة. جبناهم نقلناهم على النهضة، ومن النهضة على عبد الحي شاهين. درس هو تقريبا للخامس، فيش إلا أنا، بس إلا أنا الوحيدة إلا أدرسه، ولا حدا. إذا أنا ما درستوش خديها قاعدة بجرني إلا تقعد تدرسيني. قديش معدله كان في 75؟ شايف علي؟ يعني شاطر وذكي، كاهن، يعني بفهم، أنا لو أطلع فيه بفهم شو بدي منه. بعدين كان يضل وجهه هيك النور يشع منه. تاني نقطة، كيف بدي أقولك، أحس إنه هذا الولد ساعات إنه إلي أو مش إلي، زي ما كان يعني يكلمني. 11 سنة وجهي رايح لوجهه، يعني طولي، يعني إنه هذا كيف يعني هيك يضل وجهه منور وهالشعر الأشقر وهيك ومدور. ساعات أقول هذا يا بده يسندني بالدنيا، يا بده يسندني بالآخرة. هذا طبعا الحكي في نفسيتي أنا أحكيها. هلأ هو كان يساعد أبوه، كان يشتغل جوزي تاجر ملابس، يساعد أبوه في يعني يبسط قيمة، يحط يسوي يدير باله على إخوته. أحسه إنه هالشاب هذا إنه يعني شايف علي، أميز يعني إنه بين الكبير عندي بكري وأبيز مثلا في محمد كفاح، إنه محمد كفاح مثلا حاسس فيه كيف أنا يعني يمسك إخوانه. قلت لك قبل هالفترة وربنا أخذ وديعته. يعني لي مأساة وظروف صعبة جدا، يعني فقدت لذة كبدي اللي هو محمد كفاح مرقة، أصغر شهيد في مزرعة الحرم. اللي حصل كانت 15 رمضان تسحرنا، وقمنا أصر رحمة محمد كفاح نصلي بالحرم عباب الدخلة. بقول له يابا، كانت شتاء طبعا الدنيا، قلت يابا خلينا نصلي هون. قال يابا جاه الله عليك على الحرم. نزلنا على الحرم، المهم أول ما دخلنا صفينا بالصف قبل الأخير، لفت طلع ورا لي ابن صف ورا، رجع مع ابن صف وضلوا ولادي التنين معاي. في خلال بداية الصلاة والإمام يقرأ قرآن، تفاجأنا بأول قنبلة وتاني قنبلة بداخل الحرم.
وبعديها صار إطلاق النار. أنا طبعاً إجتني رصاصة بإيد اليسرى، لما تصوبت سجدت، لما صحيت شوية بطلع وراي هيك لقيت ابني جايت رصاصة في راسه وفي رقبته وعلى ظهره. حاولت أحمله طبعاً ما قدرت، يعني متصاوي. إجا شاب من الشباب ساعدني حمله ونزلت في سيارتي، أخذناه على مستشفى محمد علي المحتسب في المنطقة الجنوبية. وطبعاً أنا كنت جريح، كان موجود غاد الأستاذ أبو زياد الكركي، قلت له هذا ابني وأنا طالع على المستشفى الأهلي. تركته وطلعت وحولونا على المقاصد. طبعاً كل فكري أنا، لأنه كان معي ثلاث أولاد داخل الحرم، يعني كان نضال ورحمة جهاد ورحمة محمد كفاح استشهد، يعني أنا كنت معني أطمئن على الولد. طبعاً نمت في المقاصد، اتفاجأت ثاني يوم اللي هو مستشهد. طبعاً أنا كنت أفكر في عيالي وفي الأولاد وفي الكل. طبعاً في الحالة هذه طبعاً الواحد بفقد أعصابه يعني، والله يرحمه. هذا اللي صار أثناء المزرعة يعني. هلأ إحنا دخلنا، هلأ هم ضربوا قنبلة صوتية في قلب الحرم في وسطه، شايف علي؟ هلأ هو صاروا النسوان عمل دوشة للنسوان، حطونا بالجولية. دخلت أنا بقول إلي أنا جوا ثلاث أولاد وجوزي أربعة، هلأ أنا ما بلفق إلا ابني، بعرف أوعي حامله شاب أول ما طلع من الحرم إلا ابني، وراه هو هذا أبو نجمة، شايف علي؟ يعني ابني ما تأملتش أنا فيه، بس ابني ضاع عني وأنا طلعت عنه، طلعت على دار مرأة، شايف علي؟ هلأ ضلينا أقول ندور من حد القضية لحد عمد 24 ساعة، فيش لا بمستشفيات ولا بإشي. تاني يوم وصلنا الخبر استشهاد الولد، حولوه من مستشفى محمد علي المحتسب لمستشفى عالية. في مستشفى عالية طبعا بدهم ينزلون، نزلوا بمسيرة على مقبرة الشيخ علي بكا، ما كانش حدا من أهله لا عمامه ولا أخواله ولا إخته، حطوه في مسجد الشيخ علي بكا فترة طويلة اللي على أساس حدا يجي يتعرف عليه. في النهاية يعني الوقت متأخر مع الظروف اللي حصلت والمواجهات، كان عمامه وخاله يدوروا عليه، سألوا قالوا له احنا دفناه في المنطقة الفلانية، فتحوا القبر عليه وعم من عمامه حاول عشان يعني يطمن ابنه امه يقص من بلوسه. اللي حصل لمقص حتى مرضيش يقص البلوزة وضل زي ما هو، هذا اللي صار. أما طبعاً لا عم دفنه ولا خال دفنه، الغرب دفنه. فإذا بالشباب حاملين جثمان شهيد طفل ما حداش بيعرفه، أخذناه حملناه وجينا إحنا وأهل المنطقة حتى ندفنه. فحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي يأخذ الجثمان منا، طلبنا من الشباب بأنهم يغطوا مراسيم الدفن حتى ما يأخذوا جثمان منا. أثناء دفننا لهذا الطفل بلغونا الناس أنه إجا أبوه بده يشوفه ما شافه، فعودنا أخرجنا جثمان الشهيد من مكان مواراته، إجا أبوه أو عمه حدا من أقربائه ودعه من شدة الاشتباكات. وبعد ما عرفنا أنه في عنا زميل إنه استشهد أثناء الدفن، اضطرينا نكمل مراسم الدفن، واستمرت الأحداث إلى ست شهور في هذا الموقع. يعني صار في اشتباك بين اليهود وبيني اللي بدفنه، شايف علي؟ هلأ أنا أجي بدي أجي ألاقي ابني يبقوا ماخدينه، أنا وأخي أجي بدي أجي ألاقي ابني بمحل تاني يكونوا الشباب ماخدينه، يعني يسرقوه بالأحرى. ليش؟ لأنه ما بدهمش ياخدوا جثته. لما شفته طفل بين إيدين الشباب وبيحملوا، كان الشهيد عطية وكان معهم مرافق الشهيد عرفات البايض أيضا من نفس المنطقة وبيسكن مقابل الدبوية، اتفاجأت بأنه طفل. كانت الصدمة أصعب علينا وعلى كل الحضور. لهذا السبب
اضطررنا بانه لو بندفع اعمارنا ممنوع الاحتلال ياخذ هذا الطفل من بين ايدينا، ولازم نكمل مراسيم دفنه في هاي المقبره. مش حكوا وقع شهيد فوق شهيد؟ بالنسبه لعطيه السلامه حجيت انا وام امه مرته واولاده، ترك ولد وبنت. هلا باختصار محمد كفاح مش اهله دفنوا، رجعوا فتحوا القبر عليه مرتين، حاولوا يقصوا اواعيه ما قبلوش. شايف علي؟ نزل تأكد أخي لي، أخ اللي مش كان معي اللي أكبر مني، شايف علي؟ تأكد إنه ابن أخته. قال لي أو ابنك اللي في قلب أو هلأ إلي بنت حما في في شعفوت، راحت على هديسة وراحت يعني على يعني قلنا يمكن في الرجع حولوه من مستشفى لمستشفى بس ما قدروا. اللي صاوبه كان يطخ دكتور طبيب اللي هو جولدشتاين، كان طبيب يعرف وين يجيب الضربة قاضية يعني مبينة يعني قاضية على الإيدين وعلى الرقبة طبعا. وشايف علي طلع يعني ابني ما فيهوش الرجا يعني. هذا المكان لم يسلم من شر المحتل الغاصب الذي يحاول الهيمنة والسيطرة التامة وطمس معالم هذا المكان، وخاصة عندما دخل أحد جنود الاحتلال ويدعى باروخ جولدشتاين في 25 من شهر شباط من العام 1994 مدججا بسلاحي، اختار الزمان والمكان المناسبين للدخول إلى هذا المكان، إلى قاعة الإسحاقية التي تعتبر هي جزء من أجزاء الحرم الإبراهيمي ومصلى رئيس للمسلمين، وخاصة بعد التقسيم الذي حصل في 94. عندما دخل كما قلنا مدججا بسلاحه إلى هذه المنطقة وقام بإطلاق النيران على المصلين، مما أدى إلى استشهاد 29 شهيد وإصابة 155 جريح في داخل هذه القاعة، قاعة الإسحاقية، طبعا لأنهم كانوا ركعا سجدا بين يدي الله عز وجل. وكما قلنا بأن الاحتلال يحاول الهيمنة والسيطرة التامة وتفريغ المكان من أهله ومن سكانه الأصليين، قام بإطلاق النيران على المصلين في هذه القاعة وفي هذا المكان بالتحديد، مما أدى إلى استشهاد 29 شهيد بهذه القاعة وبهذا المكان وإصابة 155 جريح. آثار الرصاص هي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا وحتى الآن. هاي هنا طبعا آثار رصاص، هنا آثار رصاص في المحراب، آثار للرصاص حتى الآن موجودة. هذا إن دل يدل على الحقد الدفين لدى هذا المحتل الغاصب الذي يحاول الهيمنة والسيطرة التامة على هذا المكان. لكن كما قلنا هذا المكان سيبقى بإذن الله عز وجل إسلاميا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في نفس الوقت هنا يوجد آثار للرصاص طبعا هنا، يعني هذه الآثار لا تخفى أبدا وهي موجودة عندما وقف على العمود بجوار الغار الشريف وقام بإطلاق النيران على المصلين. استشهد في هذه القاعة 29 شهيد وأصيب 155 جريح. طبعا على إثر المجزرة تم إغلاق المكان مدة 9 شهور. الحمد لله رب العالمين، الله عوض علينا في اخي كفاح هذا الصغير، وما شاء الله عنه بشتغل انا وياه يعني، وما شاء الله عنه يعني الاخ سند يعني اخوي. بالنسبه لي كفاح يعني انا بتمنى منى يكون لي كمان يعني الي اخ انا كمان اسمه نضال يعني ما شاء الله الله يخليه، بس طبعا يعني كنا ايد واحده والحمد لله رب العالمين. بس الاخ سند يعني انا بتمنى منى يعني لو كفاح موجود يعني ومحمد كفاح موجود يعني الحمد لله رب العالمين بيبقى وضع يختلف، بس هذه قضاء الله وقدره يعني ربنا اللي اختاره، ربنا اللي اعطانا اياه وربنا اللي اخده والحمد لله علمنا الله. فيش انسان بنسى ابنه، وخصوصا الشهداء، هنيئا لابياتهم ولاهلهم يا اختي. بقول لك هذا سميته انا عنين، ورجع ابو نضال سميه كفاح، اللي هي اختي جنب اللي هي بتقول لي والله ما عمره يا اختي بيطلع من قلبك ابنه. الضمى غالي غالي غالي، بعرفش.